يعتبر التدريب الأول في المملكة الأردنية الهاشمية لتحسين وتطوير الذات تيك أوف الذي نظمه تريبل آي ستوديو كتدريب انطلاق للاستوديو التدريبي، والذي يعكس رؤية الاستوديو في اتباع نظام جديد في عالم التدريب على المهارات بطريقة التأمل والسرد القصصي والسايكودراما في تدريبات تطوير مهارات الذات. رسالتنا أن نوصل لأكبر عدد من المجتمع كيف يقدروا يغيروا من نفسهم ويطوروا من ذاتهم، بس بطريقة تطبيقية مش بطريقة تقليدية زي دائما كل إشي يكون نظري. هون إحنا بالستوديو عنا كله منعطيه بطرق تطبيقية ومدروسة بطريقة كتير منيحة مش موجودة هون عنا إياها في الأردن، فهذا كتير بيساعد لأنه كله عملي كيف الشخص يتطور ويتحسن للقدام أكتر وينتج أكتر ويتغير كل تفكيره عن التفكير اللي كان موجود سابقا. والأهم إشي إنه إحنا كلياتنا ريادة شبابية، هدفنا إنه نغير المجتمع للأحسن. تضمنت الفعالية 3 جلسات، وهي التهيئة للارتقاء بالنفس التي تحتوي على قوة النية وسحر تغيير المفاهيم وأيضاً ملكة الذات، بالإضافة لفن التواصل وكيفية تفعيل تلك المهارة. رسالتي اللي أنا جاي عشانها أن الناس يتدرب، يعني يأكد معاني الثقة جواهم، جوا الشباب، جوا الناس، إزاي يقدروا يديروا العلاقات بشكل أفضل، إيه الحاجات اللي بتكون ناقصة جواهم. أنا أول مرة أشوف الاحتياجات اللي هم عايزينها، اكتشفت إن هم بيتكلموا في الثقة، بيتكلموا في إزاي العلاقات تكون بتدار بشكل أحسن، إن يكون في فزع بين الأصدقاء وبعض، يعني طلع من جواهم حاجات كويسة كتير هم بيتكلموا فيها، إزاي يقدر يتخلص من التعلق والارتباط الشديد اللي بيسبب الألم. ففي مشاكل كتيرة، الإحباط، لاحظت إن الشباب بيعانوا ساعات من الإحباط من اللي حواليهم، من الأسرة والأب والأم، محتاجين يكون في فهم بين الآباء والأبناء على مستوى أعلى من كده ويشيلوا الجابة والفجوة اللي بينهم. تبنى تريبل آي ستوديو هذا التدريب انطلاقاً من رؤيته الشبابية التي اختزلها من العمل والدخول في سوق العمل ودراسة حاجات المجتمع في تطوير مهارات الذات والعلوم الضرورية التي من الواجب اكتسابها بصورة تطبيقية على أرض الواقع. ألا أبو حمدة، رؤيا.